السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يزن وجيتكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشرح كيف تفعل نفسك بالديسكورد تاع سيف العرب. أول إشي كل عليك تيجي على المكان هذا، طبعا أنت بس تدخل الديسكورد راح تكون في الواجهة هاي اللي هي تاعت مطار المدينة، ومش راح يكون مبين إيش عندك من ديسكورد غير الرومات هاي. كل عليك تيجي أول إشي إنك تحط اللعبة اللي أنت قاعد تلعبها أو اللي بدك تفعل نفسك فيها. فلنفترض انت عندك الفايف ام وحاب انك تدخل يعني بالفايف ام، كل عليك بس تكبس على شعار الفايف ام وراح تفتح عندك رومات الديسكورد تعيد السيرفر وكل اشي. اوكي، وعشان تشيل الرتبة بس كل عليك تكبس على الايموجي مرة ثانية، مثل ما انتم شايفين هاي الرومات ردت راحت مرة ثانية. طيب خلنا نرد نرجعهم. بعدين مثلا انت قاعد مثلا تلعب لعبة من هذول وحاطط انت على الفايف ام، كل عليك تيجي للمكان هذا مثل ما انتم شايفين، تحط على اللعبة اللي بدك اياها، راح تفتح الرومات عندك. خلنا نرد نشيل امونج اس مثلا كاونتر سترايك، مثل ما انتم شايفين تطلع لك الرومات مع شات مع كل اشي. هاي ابصر شو وضعها. طيب كاونتر سترايك مثلا فورتنايت فالورنت وبس. هذا كان الشرح لليوم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان شاء الله في مقاطع في الايام الجاي. وبس، مع السلامة.